للتصفية النهائية، وهم الذين سيختبرون الآن أمامكم، وبناء على هذا الاختبار يتم تحديد الأول والثاني والثالث منهم، ثم كذلك أيضا ستشهدون تلاوات عطرة لأفضل طالبين في فرع التلاوة ممن آتاهم الله تعالى مزمارا من مزامير آل داود في حسن صوتهم وتلاوتهم وأدائهم. وكذلك أيضا نستمع إلى ثلاثة من المؤذنين ممن حصلوا على أعلى المراكز في الأذان بإذن الله تعالى. جرين جمرالن كأردن يمن تاون توجداري القارئ محمد نوح ودمدرك انقبزالن بتعلق اكبروت نشكيو اللي يطيقالو. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول، اقرأ من قوله تعالى: قل من رب السماوات والأرض قل الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من رب السماوات والأرض قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. حسبك، بارك الله فيك. السؤال الثاني، اقرأ من قوله تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره،
ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين حسبك بارك الله فيك سنكتفي بسؤالين إن شاء الله لأنها تصفية نهائية المتسابق الثاني حسن إبراهيم حماد من السودان ሁለተኛ ተወዳዳሪ ወደ መድረክ እንጋብዛለን حسن محمد ابراهيم كسودان الله اكبر السؤال الأول اقرأ قول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على كل شيء حفيظ
ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على كل شيء إن ربي على صراط مستقيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى حديث موسى
إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما إنك بالوادي المقدس طوى صدق الله العظيم. ندعو الآن المتسابق سعيد فريجة فرع الأذان. يا بلال الدين نادي نادي فصوتك يحيي فؤادي. يا بلال الدين كبر كبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله ቢላል ድምጽ ነው ከዚህ ከአዲስ አበባ ስታዲየም ኩኒ ቆን ከቢላል አዱኛ ረት ያከረት ነው ቢላል ካባራ የቀንጀና ትሪ አላሁ አክበር المتسابق ندعو المتسابق خالد غريسي من الجزائر فرع الاذان خالد القريسي الجزائر الرا قوم كازانا كسمس دغيسسا ድርጎሚን ኩኒ ቁርአን አፋሚቲ ያዛና ማሊ ፈዛና ጀልከም ወጀኔ ለፈተነቱ ለፈዛናቲ ለፈተነቱ ለፈቢላሊ ለፈተነቱ ለፋ አዱኛ ቆን ካዛና በይስሳጅ አላሁ አክበር አላሁ አክበር። ቁርአን ብቻ አይደለም አዛንም ነው ይህ ውድድር የሚያካትተው። ምክንያቱም የቢላል አገር ነው። ምክንያቱም ይህን የአዛን ድምጽ ለአረብ ለመጀመሪያ ያስተጋባው ቢላል ነው። በቢላል አገር በቢላል ድምጽ አዛንን ነው። بسم الله الرحمن الرحيم. تنبيه يسير، المتسابق الجزائري مالكي المذهب كما هو معلوم، والمذهب المالكي الأذان فيه في أوله تكبيرتان فقط وليس أربع تكبيرات كبقية المذاهب، فحتى يكون معلوما لدى المشاهدين إن شاء الله. ولتنيا وتوجداري خالد الغريسي كجزائر كألجيريا. الله اكبر مالكيه المذهب سلونه كمذهبوش مكاكر مالكيه مذهب تكتاي سلونه نزو يمجمريو اذان ሁለት ብቻ ስለሆነ ግራ እንዳትጋቡ الله اكبر متلو ሁለት ጊዜ ብቻ ነው የሚሉት الله اكبر الله
أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله بلال الأغبري، الشيخ بلال الحموي، الشيخ سعد فريجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتوجد داريوش مكاكل تقوم بهنا دمساتشو عن قنجو نشيدا يميك أربو لنا يتوسن لكي كاوش رفت يمن نصنبت برنامج نورنا لازين برنامج الشيخ إلياس المهاوي، الشيخ سعد، الشيخ بلال الأغبري، كيمن، كليبيا، كلبنان، نيوم كموروكو، وجمع دركي مدار إن شاء الله. الله أكبر. أشرق فيومك ساطع بسام أشرق فيومك ساطع بسام يا صفوة الرسل الكرام يا
يفيض وحسبنا في الكائنات أنك رحمة وسلام. الله عظم قدر جاه محمد الله وأنا له فضلا لديه عظيما. الله 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 في محكم التنزيل قال لخلقه صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الصلاة على النبي فرض فرض فمن ينكره نال جحيما. من لم يصل لم يفز بشفاعته ويباد عن حوض النبي أثيما. صلوا عليه وسلموا تسليما. تكبير. أكرم بقرم أكرم القرآن أكرم بقوم أكرم القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان. تكبير. قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غوص الهدى بستانا. رفعوا كتاب فوق رؤوسهم ليكون نورا ليكون نورا في الظلام ليكون نورا في الظلام فكان. قل لي بربك حين تنظر طيبة هل لا رأيت مدينة ببهاها. قل لي بربك حين تنظر طيبة هل لا رأيت مدينة ببهاها. وجمالها وجمالها من حين حل المصطفى
هذا الحبيب هذا الحبيب صلوا عليه وآله يا يا حبيبي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صلي على محمد وعلى سادتنا آله وصحبه الكرام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل على محمد وعلى سادتنا آله وصحبه الكرام محمد سيد الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدم محمد سيد طابت مناقبه محمد جاره والله لم يضم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل على محمد وعلى سادتنا صحبه الكرام فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل على محمد وعلى سادتنا آله وصحبه الكرام فيا هلالا ويا شمسا ويا قمرا فيا هلالا ويا شمسا ويا قمرا ويا قصينا من الرمان والياس فيا هلالا ويا شمسا ويا قمرا ويا قصينا من الرمان والياس محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل على محمد وعلى سادتنا آله وصحبه إلياس المهياوي كموروكو
በሁለተኛው ዘርፍ የቲላዋ ወርድር ተከታዩን ቁርአን ያቀርብልናል ኢንሻአላህ። أعوذ بالله الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء فلا يجزى إلا مثلها فلا يجزى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومن
ማስተማር የሀሚልተን ሎጎ ያለበት ያደርግ አንድ ለማ ሀሚልተን የሆነ ሚዲያቸው አለ መሰለኝ እዚህ ጋር እሱ ጋር ዝም ብለህ አስቀምጥላቸው አንድ ሌላ ሊላሂ ረቢ ልዓለሚን ላ ሸሪከ ለሁ መንጫቸውን አንድ ላይ ብናል ይሻላል እሺ ደቂቃ ብለዋል አንድ ተወዳዳሪ ስለሆነ لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين بارك الله فيك باتريا يا لك ولا غير الله ابغي رب وهو رب كل شيء ولا تكسب كل السؤال الأول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستعجلونك بالسيئة
السيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار حسبك السؤال الثالث بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون حسبك فتح الله عليك الآن مع فرع الأذان وآخر المشاركين يومنا هذا المتسابق من إندونيسيا فرع الأذان فردوس سمسوري በዛሬው ውድድር ፕሮግራማችን ያሸናፊዎች አሸናፊ ውድድር የመጨረሻው ተወዳዳሪ ከአዛን ምድብ ከኢንዶኔዥያ ፍርዶስ ፍርዶስ ከኢንዶኔዥያ አላሁ አክበር الله أكبر
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول نسكرنا وانقلوا كنيني الرايان لنسكرنا لما نتنو
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله قبر أبو قبر إلا من الليل أو يلن ستنان بلشي عمزف شيخ تالي كتولت እስከ አላህ ይስከይ ድረስ ሰርተው በጁዝ ጁዝ አስቀምጠው ሄዷል። ባግኛ ተበለቁ ባማርኛ ተበለቁ ደራቶ ይሸከቆ መሉራለ ከልቆ ከአላህ ከአኺያር አላህ ወአለው ታርፈቦ ቤተ መቅደስ ድረስ የጀነቱ ፈረስ መጣ ዚያለ ማድረስ ይዞ ገቡ። ከሁሉም ወደደው ጠራና ወሰደው እንዲህ ብለው አዘጋጅቶልናል። አልሐምዱሊላህ ብሎልን ለማንኛውም አዛኑን ይደብል የሄዱን ሰዎች እዚህ ለማስቀረት ኢንሻአላህ ለወደፊት ቃል እየገባልላቸው አሰላሙ አለይኩም ያ አህባብ አልክራም አብደው ለበረካ ቢስሚ ረቢናም አላህ ወፍቃዱ ሰጣኒ አልኢስላም አልሐምዱሊላህ በለፊ ለይል ወለያም እያገናኝ ጌታ ባማን በሰላም በነቢያችን ላይ ሰላት እና ሰላም ይውረድባቸውና ይላየው ምልቅያም ወጣም ምን ታጣው ባላም እገለኝ ሲያገው ወሐደው ወሐደው ላኢላሃ ኢላላህ አብቻለው ሰበቡ ደስቶሩ ምን አላህ ቁርአን ያነገቡ እንዲህ መዋደዱ የመቀራረቡ ወንድና ወንድሞ የመተሳሰቡ በሰላም ተናሉ ባታራ ሰይጣዋቡ ላኢላሃ ኢላላህ አብቻለው ሰበቡ የቀደምተው ምሎ ይሰሩት ባቅባቡ አህመድ ሙሐበቡ አሰልጠሏቸው ወሐደው ቁርአና ቢቲ አሳና ሳጫሉ ካራነ ቢቲ ከራን ከራጣሉ ነመጀቀንቲ ገባቤሴላሉ ነሚቀነበሬ ገርቴም ወላሉ ወንቀርቀቤ ቤታዮ ቁርአናላሉ ከበቃፈን የመርኩ እጅ ነጋ ወሎ አርጉ ዝናብ እየወጣ ነው እየተባለ ነው። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهى الحمد لله الذي لم يزل عليا الحمد لله الذي لم يزل في عناه سنيا قطرة من بحر جوده تملأ الأرض ريا ونظرة من عين عطفه تصير الكافر وليا اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أهل الحبشة الكرام يا أهل الحبشة الكرام يا أهل الحبشة الكرام أحييكم بتحية الإسلام الخالدة وما أحوجنا إلى السلام ونحن في أرض السلام فالسلام عليكم ورحمة الله. باسمي جئتكم من بلد المليون ونصف المليون من الشهداء جئتكم من أرض الجزائر جئتكم ممثلا عن جميع إخواني الضيوف من المملكة المغربية العامرة ومن بلد المليون حافظ ليبيا ومن مصر الكريمة ومن سلطنة عمان ومن اليمن السعيد ومن كل بقاع الدنيا جاءوا إلى هذه الأرض
التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم للعصبة المؤمنة: انزلوا إلى أرض الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. نزلنا إلى المطار، يعلم الله، لما نزلنا إلى مطار الحبشة تذكرت العصبة المؤمنة من الصحابة الكرام، من ذي النورين عثمان وزوجه رقية، رقية بنت محمد نزلت عندكم يا أرض أهل الحبشة، جعفر الطيار ابن عم رسول الله نزل عندكم، أبو موسى الأشعري نزل عندكم. هؤلاء جميعا خرجوا من مكة يحملون أرواحهم على أكفهم هاربين بدينهم، لم يستطع أحد من العرب أن يؤويهم. قال لهم النبي: انزلوا إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد. نزل إخوانكم إلى أرض الحبشة ولحقتهم العصابة الكافرة تريد أن ترجعهم أذلاء إلى مكة. جاءوا إلى النجاشي، جاءوا إلى النجاشي، جاءوا إلى النجاشي وساوموه، ساوموه في دينه وفي معتقده وفي المسيح عليه السلام الذي كان يؤمن به آنذاك. ساوموه في كل شيء من أن يرجعهم أذلاء الصاغرين، لكن النجاشي زعيمكم وأبوكم وجدكم لا يقبل الرشوة أبدا، لا يقبل الرشوة أبدا، لا يقبل الرشوة أبدا، ولا يقبل أن ينازع في مبادئه. فقال لهم: يا أهل مكة، والله لو أعطيتموني ملء هذه الأرض ذهبا على أن أسلمكم هذه العصابة المؤمنة، والله ما فعلت. ثم قال لهم، ثم قال لهم: يا جعفر ويا عثمان ويا من جئتم، عيشوا في أرضي بسلام، عيشوا في أرضي بسلام، عيشوا في أرضي بسلام. إثيوبيا، الحبشة هي أرض سلام، وما ينبغي إلا أن تكون أرض سلام. إثيوبيا مهما حاول أعداؤها أن يصرعوا الفتنة بين المسلمين والمسلمين، وبين المسيحيين والمسيحيين، وبين المسلمين والمسيحيين، فلن يستطيعوا أبدا ولن يكون لهم ذلك. سيدي، سيدي الدكتور أبي أحمد، ألف تحية لك، ألف تحية لك، ألف ألف تحية لك، ألف مليون تحية لك. سيدي، أنت حينما فتحت الباب أمام هؤلاء الجماهير من الرساء والرجال، أنت حينما فتحت الباب لأول مرة في تاريخ إثيوبيا، إنما فعلت ذلك سجية وطبيعة منك، وكأنك تتمثل قول جدك النجاشي: عيشوا في أرضي بسلام، عيشوا في أرضي بسلام، عيشوا في أرضي بسلام. إثيوبيا، تعرفون بلد من؟ بلد من؟ بلد بلال الحبشي الذي صعد الكعبة
ولم يكن لأحد أن يصعد الكعبة وظهر الكعبة ليؤذن في حضرة الحبيب إلا بلالكم، إلا بلالكم. هل تعلمون يا أهل الحبشة أن لكم واجبا تكبير، تكبير، الله أكبر، تكبير. إن لكم، اسمعوني، لقد كان لكم واجب نحو رسول الله وقد أديتموه. أتعلمون ما هو؟ أتعلمون ما هو؟ أم أيمن، أم أيمن، أم أيمن، أم أيمن، أم أيمن. ماتت آمنة رضي الله عنها وتركت محمدا لأم أيمن. أم أيمن حاضنة محمد رسول الله، أم أيمن حاضنة محمد رسول الله. كان صلى الله عليه وسلم وهو كبير وهي كبيرة إذا قدمت إليه قام لها، قام لها أم أيمن، قام لها. أيها السادة، ما السر الذي بينكم وبين ربكم يا أهل الحبشة؟ ما السر الذي بينكم وبين ربكم يا أهل الحبشة؟ هاجر الصحابة إلى المدينة، فكانت المدينة أرض الهجرة، وكنتم أنتم أرض الهجرتين، أنتم أرض الهجرتين كنتم، ولم يكن هذا لأحد غيركم. أقول لكم شيئا آخر، كان النبي نائما وكانت امرأة حبشية سمراء تقوم المسجد وتنظفه. ماتت هذه المرأة ودفنها الصحابة الكرام دون أن يعلموا النبي. سأل عنها رسول الله أين التي كانت تقوم المسجد؟ فقالوا ماتت يا رسول الله. وأين هي؟ دفناها يا رسول الله. فقام النبي فزعا وذهب إلى المقبرة وصلى عليها عند قبرها، ولم يكن ذلك لأحد أبدا، أبدا، أبدا. الله أكبر ولله الحمد. وقد ورد في القرآن الكريم، وقد ورد في القرآن الكريم من لغتكم ما استحسنه العرب ثم نزل به القرآن، قرآن عربي مبين بلسان عربي مبين، لكن نزل ببعض ما استحسنه العرب من اللغات الأخرى، منها قول الله عز وجل، من يذكرني؟ يقول الله عز وجل: يؤتكم كفلين من رحمته. كفلين هي لغتكم، كحصب جهنم، حصب هذا اللفظ هو من لغتكم. إن ناشئة الليل هي إن ناشئة الليل، ناشئة هي لغتكم. يؤمنون بالجبت، الجبت هو من لغتكم. الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد. بارك الله فيكم وكثر من أمثالكم، وأسأل الله تعالى أن يحمي إفريقيا بكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. من بيه من أجراتشو ندمرك على وكم سنة جمبي عدوتين من ناقر كن كدي لنيال واني ساندم ما بيه كان الراتو بطن تلك جون تلك كمانا تتا إشين واري جمبي عجرين النام تا جمبي عجرين چانو
ለመሆኑ ከአላህ ያላችሁ ምስጢር ምን ቢሆን ነው? ነብዩ ወለ አንዲ ነብዩ እንደ አኺራ ሲሄዱ ሐቲሳኒ ጋፋ ከራ አኺራ ተመን ነምኒ ረሱላ ወዲሴ ኢስሚ ይላል አላሁ አክበር ወንገራ ነበኛ ተጠቅ ቁልቁል ለሲቱ መስጂደ ኢሳኒ ጋፋ ተኮ ወሰ መስጂደ ኢሳኒ ቁልቁል ለሲቱ ከራ አኺራ ተምት ወሰ ኢሳኒ በከም አዋለምት ጋፋቺ ደብያን ሰሃባ ጋፈና ሜቲን ተልቲ መስለከ የነኑ ቁልቁል ለሲቱ ገረፎ ረቢ ደምተ ጀናን ተበኒው ተረካኒ ቀብሪ ሲብረ ለገሳ ጀዳ ዳበተሪ ረሰናተ አቱኛ ረቲ ሲ መለከነ ጎዳኒን በከም አላሁ አክበር ብዙ ነው ያሉት። ምንም ከምን ልንገራችሁ አብይ አህመድ አሉ ዶክተር አብይ አህመድ ነጃሽ የሰራው ነገር እንኳን ተሳናሉት። አንተ ያገር ጀግና፣ አንተ የፍቅር ሰው፣ አንተ የሰላም ሰው ነጃሽን አባት ሰሃባውን እንደተከበረ ሁሉ እኛ ያለው ዳኞች ቁርአን እንድናወዳድር ሁሉን አመቻች ተከበርከን ምድርህን አንተንም አላህ ይጠብቃሉት። አላህ ይጠብቀው እሱንም ህዝቦቹንም ኢትዮጵያንም አላህ ይጠብቀልን። የፍቅር የሰላም መቀለጫ ሆነች ሀገራችን ኢትዮጵያ። ነገም በዓለም ፊት የምናስታውሳት ይሆናል። ብዙ ማውራት ብዙ ይሆንና የሚከተለው ፕሮግራም ከዚህ በልጥ የሚያስደስታችሁ ይሆናል። በኡስታዝ ካሚል ሸምሱ የሚከናወነው የቁርአን ሽልማት ፕሮግራም ተዘጋጅቷል። ወደ ኡስታዝ ካሚል ሸምሱ የተከበሩ ኡስታዝ ካሚል ሸምሱ የኢፍድሪ የተወካዮች ምክር ቤት አባልና ኢማማችን መሪያችን እንዲሁም ከዚህ በኋላ ወደ መድረክ የሚመጡልን ኡስታዝ አቡበከርን በመጠባበቅ ላይ ይገኛሉ። አላሁ አክበር አላሁ አክበር እስቲ ተክቢራ አንዴ አላሁ አክበር አላሁ አክበር። ሌላ ነገር ከመናገሬ በፊት ወደ ሽልማቱ ከመሄዳችን በፊት ሽልማቱን መጥቶ ለእንግዶቻችን እንዲሁም ለተወዳዳሪዎች እና በደረጃ ለወጡ ሑፋዞች ሽልማት እንዲያበረክቱልን ሼኻችን አባታችን ሼህ ሐጂ ኢብራሂም ቱፋን እንዲሁም ሼኻችን አባታችን ሼህ አብዱል ከሪም በድረዲንን ወንድሜ ኡስታዝ አቡበከር አህመድን ሼኻችን ሼህ ሱልጣን ሐጂ አማንን በአንድ ጊዜ ወደ መድረክ ሸኙልን። እነሱ እስከመጡ አላሁ አክበር። ውድ ወንድሞችና እህቶች የዛሬዋ ቀን እንዲሁ በቀላሉ የተገኘች አይደለችም። ድምጻችሁን ቀንሱ፣ ቁጭ በሉ። ባረከላሁ ፊኩም። አላህ ያክብራችሁ። አሚን በሉ። አላህ ያክብራችሁ። አላህ ያክብረን። አላህ ያከበረውን ማንም ሊያዋርደው አይችልም። የተከበሩ ሼኻችን የኦሮሚያ የሙፍቲዎች ሰብሳቢ ዶክተር ከማልንም ይዛችሁልን እንድትመጡ ዶክተር ከማልንም ይዛችሁልን ነው። የዛሬዋ ፕሮግራም በዚህ መልኩ ብዙ ጣውረዶችን አልፎ እዚህ እንዲደርስ ብዙ ተለፍቷል። እጅግ በጣም ቀን ከሌሊት ተስፋ ሳንቆርጥ ደክመናል። እያንዳንዱ መንግስት መስሪያ ቤት በር ደጅ በስልክና በአካል አንኳኩተናል። ብዙዎቹ አክብሮን ድምጻችን ሰምቷል። አቶ አደም ፋራሃን ስማቸውን ሳላነሳ ማለፍ አልችልም። ዶክተር አለሙ ስሜን ስም ሳላነሳ ማለፍ አልችልም። የአዲስ አበባ ጸጥታ ዘርፍ ምክትል ኃላፊ የሆነችዋን ወይዘሮ ሊዲያ ግርማን ሳላመሰግናት አላልፍም። ሊዲያ እንደ ሴት እሁድ ቀን ጸጉር ቤት ገብታ የካክስ ማቴሪያሎችን ጭንቅላቷ ላይ አስቀምጣ እኛ ግን ጉዳይ አስገዳጅ ሆኖ ስለተገኘ ያንን በጨርቅ ጠቅልላ ነው ቢሮ መጣ
يفكار ورقه ستتشن አው በየቦታው ቅን ሰዎች እስካሉ ድረስ ብዙ ነገሮች ሳካሉ ለሀገራችንም በርካታ ነገሮችን እንሰራለን። ከዚህ በመቀጠል ቅርታ ጠይቃለሁ ከታች ወደ ላይ እንድትመጣ ስላሉኝ ከፈር አልአዛን ጠራለሁ አላን ادعو الى المنصه لاستلام جوائزهم المتسابقين في فرع الاذان وابدا الدعوه بالذي طلع بالدرجه الثالثه الاخ خالد غريسي من الجزائر الله اكبر الله اكبر الله اكبر وجاء ባዛን ውድድር ሶስተኛ ደረጃ የተጎናጸፈው ከአልጄሪያ خالد الغريسي الله اكبر ሰደፎ ካምባይ خالد الجزائري جزائري الرأي አዳናን እሰ ሰደፈበይ الله اكبر او بما يقارب 2000 دولار اثيوبي دولار امريكي اثيوبي ليس اندا دولار ሶስተኛ ደረጃ 150 ሺህ ብር ተሸላሚ ከአልጄሪያ خالد الغريسي 2000 ዶላር አቅራቢያ የሚሆን ማለት ነው። الفائز الثاني الذي طلع بالدرجه الثانيه من فرع الاذان الاخ فردوس سمسواري لا اظن انني دعوت هذا الاسم دعوه صحيحه او ذكرت هذاك صحيح هذا الاخ من اندونيسيا الاخ فردوس من اندونيسيا طلع المرتبه الثانيه بولتنيا درجه يوطاو باذان يوددر كفل فردوس سيم سواري كاندونيسيا شلماتهم بايثيوبيا بر 250 شي سيون ምናልባት ወደ ዶላር እስከ 3000 ዶላር አከባቢ ይጠጋል جائزته 250000 ብር ما يقارب 3000 دولار امريكي ሁለተኛ ደረጃ በማግኘት የአዛኑን ውድድር ያሸናፊዎች አሸናፊ ውድድርን በሁለተኛ ደረጃ ያጠናቀቀው ከኢንዶኔዥያ ፍርደውስ ሞይስሪ الفائز الاول من هذا الفرع من فرع الاذان بسي باذان يودتر كفل عندنا يوطاو سعد فريجا من لبنان سعد فريجا من لبنان الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر زي الله ودتر يتلايو وانچاوت اندزيوم سيرتيفيكيتوچ ተዘጋጅቷል የገንዘብ ሽልማት 300 ሺህ ኢትዮጵያ ብር ነው እስከ 4000 ዶላር አከባቢ ይቀርባል ኡስታዝ ካሚል እየመሩ ነው ነገር ግን ስለ ሽልማቱ ማለት ያለብን ነው ሽልማቱ ምን ምን ይዟል መዳሪያ ይዟል ኡስታዝ አቡበከር በኢትዮጵያ የመጀመሪያ ለመቀበል የቁርአን ውድድር የሚል ኡስታዝ አቡበከር እያበረከተ ያለ ልዩ የወርቅ መዳሪያ ነው አላሁ አክበር ሼህ ሀጂ የሰጡ ያሉ ደግሞ ትልቅ ዓለም አቀፍ ዋንጫ ነው ሼህ አብዱል ከሪም እየሰጡ ያሉ ደግሞ እዚህ ውስጥ ትልቅ ምስጢራዊ ዲፕሎማ ነው ይህ ዲፕሎማ ውስጥ ያለው መሊክ ነጃሺ ረሱል ለነጃሺ የጻፉ ደብዳቤ እዚህ ውስጥ አለ አላሁ አክበር አላሁ አክበር الآن ننتقل إلى الفرع الثاني وهو فرع التلاوة أهم وده للتنياو يود الدركفل أنه دعلن وده عن دنياو الدرسن الزيب بود الدرزرفلي ولد عشنا في وجنات تيالوت
አሁንም ከሁለተኛው ጠራለሁ። الان ندعو من الفرع الثاني الفائز الثاني بلال الاخضر من اليمن. الله اكبر. The winner is الله اكبر. الله اكبر. The Quran is from Yemen, بلال الاخضر. الله اكبر. Allahu Akbar. Winner in second position from Yemen, Bilal Al-Akhbari. الجائزة المالية للفائز الثاني من هذا الفرع الذي هو بلال الأخبري من اليمن 300,000 birr أو ما يقارب 4,000 dollars أمريكي. يزي ሁለተኛ የወጣው 300,000 ብር ወይም ወደ 4,000 ዶላር አካባቢ የሚጠጋ ነው ሽልማቱ። ደርጎሚ ሰደፎት እቲ ኩማሪ በሰዲ ዮካን ዶላራ ኩማ ሰዲ ኦን ዋንተው ለከም ይሰ ሰደፎ በየት ከን ከነማጅሩ ደርጎሚ ሞት ከን ሞያቴ ከን ሬት ኳን ካይሳ ታገኑ ሰኒ አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር. The prize for the winner in the second position reciting the Holy Quran is 5,000 US dollars. ከዚ በመከተል አንደኛ አሸናፊ ሆነው በዚ በሁለተኛው የውድድር ዘርፍ ፈራት ትላዋ ነው الفائز الاول من هذا القسم الياس المهياوي من المغرب. الله اكبر. The winner in the first position in reciting the Holy Quran is الياس المهياوي. الياس المهياوي ترجم لي بركه سبتكم كما الله اكبر. المغربي الله اكبر والله المغربي ريسايتل. الله اكبر. አጥቆመ መከጅ እንደሪዮል ከቁርአን ሸለማ አላሁ አክበር አጥቆመ ዲብራቹ ቁርአን ሸለሙ አላህ ቁርአን ሸለማችሁና ተደበቀማችሁ ቁርአን ሸለሙት አላሁ አክበር አገራችን ተረበቀጣ የመጡት እንግዶች ቁርአንን ቆመን መሸለም ለኛ ክብር ነው። አንደኛ የወጣው በዚህ ዘርፍ ኢልያስ አልማህያዊ የገንዘብ ሽልማት እኛ በኢትዮጵያ ብር ወደ 500 ሺህ ብር ነው። በዶላር ሲደረግ ኦልሞስት ወደ 3500 ዶላር አካባቢ ነው የሚሆነው። The prize አላሁ አክበር the prize for the winner in the first position reciting the Holy Quran is almost 500,000 Ethiopian birr corresponding 6500 US dollars. አላሁ አክበር አላሁ አክበር. አላን الوقت يداهمنا ግዜ በጣም ያጣደፈን ስለሆነ ዝናብም እየመጣ ስለሆነ ከእንግዶቻችን መካከለም ቀጥታ ወደ ኤርፖርት የሚሄዱ ስላሉ ነው የፈጠንና ብዙ ፕሮግራሞችን ያጣጣፍና ያለነው። ይሄንን ተረርታችሁ ሌሎች የተለያያችሁ እንግዶች አላችሁ ተናጋሪዎች እድሉን ያው በዚሁ በተላለፈ መልእክት ተመቃቅተን በዚሁ እንድንቋጭ ነው። الان انتقل بكم الى الفرع الحفظ الذي هو حفظ القرآن الكريم الكامل. هناك 3 فائزين. الفائز الثالث من هذا الفرع حسن إبراهيم من السودان. الله أكبر الله أكبر. وده حفظ منه وددر تشقاقرنا وده مترشاو يا قرآن يا شلمات كفل قبتنا. سوستنيا يوتاو حسن إبراهيم ከሱዳን አላሁ አክበር። በዚህ ማከል ከአሜሪካ የመጣችሁ ዲያስፖራ በሼክ በሺርና በዶክተር የምትመሩ ወደ መድረኩ እንድትመጡልን ጠይቃለን። ሼክ በሺርና ከሚኒሶታ የመጣችሁ የዲያስፖራ ልዑካን አላሁ አክበር። ሚኒሶታ ሚኒሶታ ራድፍተን ሐሰን ኢብራሂም ሼክ በሺር አከከረን ልዑካን ሲጋፈን ሐሰን ኢብራሂም በሙንሺድ አሊ አሚን ተመርቶ ወደ መነሳ እየመጣ ነው ያለው። ጋሬ ሚኒሶታ ዶክተር ሁንድ ከሰሩ
the winner in the third position in the heave section. The winner in the second position in the heave section is Muhammad Abdu from Yemen. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Muhammad Abdu from Yemen. Muhammad Abdu Yemen Rai. محمد عبدو بيتوبيا بر شلماتو أمس متوشي برنا. The prize for the winner in the second position in the heave section is 500,000 Ethiopian birr corresponding 6,500 US dollars. محمد عبدو يمن الرا بريكو بري بشن أما بدا بما تجرو غرا والتجي تنفاجرني أكسو مسامو غريا منسوة الرانوفر كشيخ بشيري في دكتور جيكي فمقران فاني جيرو إمو مكان أبن فاني أتوكو أمين الناس مدى الله أكبر الله أكبر آمون مترشا ويدر سنة عندن يايوت تاون مجمت وددرو اتجيك بتاع فتان قرآن بمكرات مدان باتو من ناك أدمين يحفظن سوش تغلاق لنا لنمي أسفنو وطاتوشنا تشعوني مدتوت قرآنن عند سپورت اقروبات ودو حالا يقرروا ميهدو ناچو سلسي بزيو دي ترلاي عمد نوح من الأردن The winner الله أكبر The winner in the first position إنن عدن ساشن عندن يا يوتاون هذا الفائز الأول قدم جائزته البنك التعاوني الأوروبي 10,000 دولار The winner in the first position in the heave الله أكبر is الله أكبر محمد نوح from أردن Let's see the world imagine and then you are out now Assurshi dollar Oromia Cooperative Bank No Shillimatuni Abarakatallet Ordenirra Ordenirra Muhammad Noor Ordenirra Muhammad Noor Isa Hemsi Qurana Tinto Kofa Bae Banki Kenda Banki Numbata Banki Gapta Oromia Dollar Kuma Quran Allahu Akbar Allahu Akbar Remaining prize Allahu Akbar The first position in the heave section 10,000 US dollars corresponding 1 million Ethiopian birr. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Birri milione Ethiopia, birri milione tokko, banki gamta Oromia. Imma kana fasitti argamuye, nu wajjinin ta'e gabaasa kanas nu waliin qorataa jira. Banki gamta Oromia isin wajjin jira jedha banki keessan. Allahu Akbar. የኦሮሚያ ህብረ ስራ ባንክ ይህንን ሲሳተፍ ለመጀመሪያ አይደለም በተለያየ ጊዜ ተሳትፏል ዛሬ በቁርአን ግን ከኡማው ጋር ቆሟል እንወዳለን አላህ ይውደድህ የበረካ አላህ ይርክልህ ይበሉት አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር እስቲ አንድ ጊዜ ቁሙ አላሁ አክበር ቁሙ አንድ ጊዜ ያልቆሙ ሰዎች ስላሉ ነው በዛሬው ዕለት ውሃ እንድትጠጡ ብሎ አፍሪካ ውሃ ስንት ሺህ ዋር ያመጣው በጣም የውሃ አስገብቷል እሱ ብቻ አይደለም አፍሪካ ውሃ ወንድማችን ሳይዳምጠው አንደኛ ለወጣው ሰው 100,000 ብር ሁለተኛ ለወጣው ሰው አላሁ አክበር ሁለተኛ ለወጣው ሰው 60,000 ብር ሶስተኛ ለወጣው ሰው 40,000 ብር አበርክቷል ወንድማችን አልአሚን ወንድማችን አለሚን አንደኛ ለወጣው ሰው 100,000 ብር አበርክቷል እነዚሁም ወንድማችን አባታችን ብራዘርስ ቡስኩት ሀጂ አህመድ በሺር አንደኛ ለወጣው ሰው 50,000 ብር ሁለተኛ ለወጣው ሰው 30,000 ብር ሶስተኛ ለወጣው ሰው 20,000 ብር አበርክቷል ውድ ወንድሞች አሁን ወደ መጨረሻ ወደ ዳኞቹ ሽልማት እንሄዳለን ዳኞቹን ዶክተር ሰማር እየጠራልኝ ሼህ ሀጂና ኡስታዝ አቡበከር ተራ በተራ እዚህ ያሉትን እንድሸልሙልኝ እጠይቃለሁ A certificate of appreciation to the Honorable Professor Waleed Ibn Idris Al-Munisi
بروفيسور وليد إدريس المنيسي بروفيسور وليد المنيسي يزي دنيا يزي ودندر تلاك دنيا ناتشو بمينيسوتا يمسلم يونيفرسيتي بريزيدنت ناتشو بعلم يتوقو يقران دنيا ناتشو አሁን ሸሃጂ ኢብራሂም ቱፋ የተሰጋጀው ሽልማት ከኡስታዝ ወከር ጋር በመስጠት ላይ ይገኛሉ። ኢትዮጵያ ክብር መስጠት የለመደባት ነው። የክብር ሀገር የሰላም ሀገር ያላትን ሰጣም ማጠግብ ሀገር ናት። ለፕሮፌሰር አላሁ አክበር ተክቢር አላሁ አክበር አፕሪሺየሽን ፎር ዶክተር ሳዲቅ አሊ the vice president of the committee of juries in the competition ሁለተኛው ለዶክተር ሳዲቅ አሊ የዚ ለጅነ ተህኪም የዳኞች ኮሚቴ ምክትል ሐላፊ ሶስተኛ a certificate of appreciation for the honorable sheikh dr kamal قدا الله اكبر 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 A certificate of appreciation for the honorable Sheikh Hilal Al-Riyami. A Sheikh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Qattalo yallawun la taqarrut danyoch degmo yemisatullin Sheikh Abdul Karim Badruddin yonallu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. በዚህ ማል ለዚህ ሁሉ ስኬት እጅግ በጣም በርካታ ሰዎች የበኩላቸውን አስተዋጽኦ አድርጓል። ከሚኒሶታ፣ ከዋሽንግተን፣ ከሲያትል የመጡ የውጪ ዲያስፖራ ወንድሞቻችን ከ35000 ዶላር በላይ ለዚህ ዝግጅት ስኬት የበኩላቸውን አስተዋጽኦ አድርጓል። አላህ ይቀበላቸው። አላህ ይቀበላቸው። Last is a certificate of appreciation for Sheikh Nuruddin Qasim Allahu Akbar Nuruddin Qasim Jam'iyyat Zayd ibn Thabit masrachna wa anna mariuna Allahu Akbar We have certificate of appreciation for our honorable guests here to honorable Sheikh Uthman Kaburu Allahu Akbar Allahu Akbar الله اكبر دكماچو الشيخ عثمان كابورو استاذ كابورو ወደ መድረክ እየመጡ ነው ያሉት he the president of tanzanian holy quran award association የታንዛኒያ የሆሊ ቁርአን አዋርድ ፕሬዝዳንት ናቸው الله اكبر الله اكبر الله اكبر certificate of appreciation to the honorable sheikh najim muhammad abdullah najim muhammad abdullah الشيخ najim muhammad abdullah is from yemen He is the director of تحفيظ القرآن الكريم in حيعات سعيد العامة. تكبير الشيخ الله أكبر محمد عبد الله is coming to the stage. الله أكبر ا
የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ማህበረሰብ እንኳን አላህ ተዓላ ለዚህ ታሪካዊ ቀን በሰላም አደረሰን። አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። ስለዚህ ሁሉንም በዚህ ፕሮግራም ላይ ለተሳተፈው በሙሉ በዘይን ሳቢት የቁርአን ማህበር አማካይነት ምስጋናዬን ለማቅረብ እወዳለሁኝ። ይህን እንግዳ በሙሉ ያመጣው በዘይን ሳቢት የቁርአን ማህበርና ሌሎች ባለድርሻ አካላት ናቸው። ከፍ የኢትዮጵያን ህዝብ አንዳንድ ለተፈጠሩ መጠነኛ ክፍተቶች እንሻላ ይቅርታ እንጠይቃለን። ስለዚህ እንኳን አላህ ለዚህ አበቃን። ኮንግራጁሌሽን ወሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ኢንሻአላህ ጀዛኩሙላሁ ኸይራ። ከዚህ በመቀጠል አጭር ወንድሞቻችን እጅግ በጣም ይቅርታ የምንጠይቃቸው ሼክ ኻሊድ ከዋሽንግተን ዲሲ፣ ሼክ በሺር ከሚኒሶታ፣ ሌሎችም ንግግር ነበራቸው። እንግዶቻችን ደግሞ አሁን በረራ ስላላቸው ከዚህ በላይም እዚህ የመቆየትን ጉዳይ ገና ከጠዋቱ እስከ 8 ሰዓት እንጨርስ። የፎቶ ስነ ስርዓቱንም ለማከናወን ይህን ፕሮግራም እንዲሳካ ያደረጉ ወንድሞች ወደዚህ እንዲመጡልን እስከዛ ድረስ ሼክ ኻሊድ መቀጠል ይችላል። بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عند ديك أتسطن يالكين عند ديك الله بركة يدر قلن إن شاء الله إذا ريو سب السب يقرآن سب السب نو وما أدراك ما القرآن قرآن يا الله سبحانه وتعالى كعلنو በተሻለው የመላእክቶች መሪ አሚር ሆነው በጅብሪል አማካይነት ወደ ተሻለው ሰው ወደ ተሻለው ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በተሻለችው ምድር በመካ እንደዚሁም ደግሞ በተሻለው የወራቶች ቁንጮ በሆነው በረመዳን በተሻለችው አለሊት በሌይለቱል ቀድር የወረደ ቁርአን ነው። አላሁ አክበር። በተሻለው ኡማ በነብዩ ዐለይሂ ሰላቱ ሰላም ኡማ ላይ የወረደ ቁርአን ነው። አላሁ አክበር። ቁርአንን ከፍ ያደረገ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከፍ ያደረገ ያርገዋል። ቁርአን ከመካ ቀጥሎ በመካ ላይ ከመካ ቀጥሎ በኢትዮጵያ በሐበሻ ላይ ነው የተነበበው። በዛች ሀገር ላይ እንዲነበብ ያደረገውም ደግሞ ነጃሺ ነው። ዛሬ ደግሞ በኢትዮጵያ የመጀመሪያው ቁርአን ተሕፊዝ ውድድር በኢትዮጵያ ላይ እውን እንዲሆን የተደረገው በዶክተር አብይ ዘመነ መንግስት በመሆኑ ዶክተር አብይን ዳግማይ ነጃሺ ብዬ ሰይሜያቸዋለሁ። አላሁ አክበር። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እቺን ሀገር የሰላም ሀገር ያድርግልን። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያ አዩሃ ለዚነ አመኑ ተቁላህ ሐቀ ቱቃቲሂ ወላ ተሙቱነ ኢላ ወአንቱም ሙስሊሙን። ሰለፊ በዚህ እስልምና ውስጥ የለም። አላህ በሰየመው ስያሜ የምንጠራ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያድርገን። ጀዛኩም ላሁ ኸይር። ባረከ ላሁ ፊኩም። ወሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። ኡስታዝ ኻሊድን እጅግ በጣም ይቅርታ እየጠየኩ ሼክ በሺር ተክቢር። ዶክተር ዓብዱራሒም ዶዮ። ብስሚላህ ረሕማን ራሒም። አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። አሰላቱ ወሰላሙ ዓላ ረሱሊላህ ሰለም። አሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። ደቂቃ ተከቲ ዘንቢረ ተሩፍዱ ወኒ ጉዳን ኪራኔ ጉያ አካርዳ ከን አርጉ ኬና አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን ጀቹ በርባዳ ከነቲ አንሴ ሐዋስኒ ኬነ ከ ብያላት አርገምተን እረ ጉዳ ሐዋስ ዑለማ አብያ ከነቲ አርገሜ ነሞታ ጠለፈከነ ዱፈንከ ፊለምቶተ ተአንከነ ቲኬት ሳኒ እራ አርገምተን ከዚስት አርገምተን ገለፈው ማስኒን ጀቹ በርባዳ ዮሂር ኤሌ ደብኔ አካታ እስቲ እርጋ ደበርሲኑ ሀሊ ኑ ምጫው ደበ ሀገ ከነ እስኒን ጀቹን በርባችሳ ዋንተ ኤጀቻ በከ ጅር ጠሪት አካገመተን ሲንጋፈና ሀገር የሰላም ሀገር የፍቅር ሀገር ሐቅ ሁሉ ጊዜ በላይ የሚደረግባት ሀገር እንድትሆን ሁላችንም መታገል አለብን። በዛሬው ዕለት ጀምሮ ይህንን ስታዲየም ተቀብሎ ፍተሻ በማከናወን ከእኛ ጋር እስካሁን እየደከሙ ያሉ የጸጥታ ኃይሎች በተለይ በኮማንደር ዘውዴ የሚመራውን ክፍል እጅግ በጣም አድርጌ ሳላመሰግን አላልፍም። እናመሰግናችኋለን። ፖሊስም የህዝብ ሲሆን ህዝብም ይተባበረዋል። እንዲህ አይነት እጅግ ዓለም አቀፋዊ ይዘት ያላቸው ፕሮግራሞችም
በተሳካ ሁኔታ ይከናወናሉ። እኛ ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ለሀገራችን አንድ ትልቅ ታሪክ አስመዝግበናል። አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር። ሸሀጂ ኢብራሂም ብዙ ሰው መስግኗቸዋል፣ ሚዲያ ላይ አይታቸዋል። በየደቂቃ እያንዳንዱን የመንግስት ባለስልጣን እየደወሉ እየጨቀጨቁ ወደኛ እየደወሉ ብዙ ነገር አድርጓል። መጅሊስን እኮ የምንፈልገው እኔ ቤት መጥቶ እንዲያስተዳድርልኝ አይደለም። እኔ ልጆቼን፣ ባለቤቴን፣ ቤተሰቤን እችላለሁ። የኡማውን ቀዝያ እንድመራ ነው ሼህ አብዱልከሪም በድረዲን ሸሀጂ ኢብራሂም እያሳዩን ያሉት። ወደፊት ደግሞ መጅሊሱ በትክክል በእግሩ ስቆም ከዚህ በተሻለ መልኩ በርካታ የእኛን ገጽታ አዲስ ያልታዩ ነገሮችን የሚያሳዩ ብዙ ዝግጅቶችን እናደርጋለን በአላህ ፍቃድ። ዛሬ እኛ ጋር እዚህ የሌሉ ብዙ ወንድሞች አሉ። ወንድም ኡስታዝ አቡበከር አህመድም በዚህ ሂደት ውስጥ የበኩሉን ድርሻ ሲወጣ ነው የነበረው። ሁላችንም በየቶናችሁ ያለቀሳችሁ፣ ያዘናችሁ፣ የሰደባችሁን፣ የወቀሳችሁን ለአላህ ብለን አፉ ብለናችኋል። ልክ ናችሁ እናንተ። አፉን ልላ አፈውና ልላ። ስለዚህ የዛሬው ፕሮግራም እጅግ በአማረ አንድ ምናልባት የመጨረሻ ደረጃ አካባቢ በደረሰው ኢትዮጵያዊ ታዳጊ ቁርአን የሚዘጋ ይሆናል። ከዛ በፊት መሐመድ አባተና አብዱልአዚዝ የሚሉትን ነገር እንሰማል። ለኢትዮጵያ ሕዝብ መልእክት ነው፣ ለኢትዮጵያ መንግስትም መልእክት ነው፣ እዚህ ለወጡ የዓለም ተወካዮችም መልእክት ነው። ኢትዮጵያ እቺ ናት። ዛሬ ዓለም አቀፍ የቁርአን ውድድር በኢትዮጵያ ተጀምሯል። እዚህ የመጡትን ዳኞች ይህ ውድድር በቋሚነት እንዲቀጥል ቆማችሁ እንድጠይቁልን እንጠይቃለን። ተነስታችሁ ጠይቁልን። ይህ ውድድር በዓለም በኢትዮጵያ የበነ ብላል በነ ብላል እና በነ ነጃሽ ሀገር በቋሚነት እንዲቀጥል የኢትዮጵያ መንግስትን ትብብር እንዲያደርግ ህዝብም እንድተባበር ቃል እንድገባልን እጅ ለእጅ ተያይዛችሁ እንድታሳዩን እንጠይቃለን። አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር። እስኪ አንድነታችንን እጅ ለእጅ በመያያዝ እጅ ለእጅ በመያያዝ አንድነታችንን እናሳይ። አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር። በነገራችን ላይ የዚህ ፕሮግራም ባለቤቶች ሁሉም ሙስሊሞች ናቸው። ነገር ግን ከፍተኛ ባለ እድሏ ኢትዮጵያ ናት። አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር። ሌላ ምንድን ነው ሁላችንም መያዝ ያለብን? መንግስት ያደረገልን አስተዋጽኦ ከሌሎች ዜጎች በተለየ ሁኔታ የተለየ ጥቅም የምናገኝበት ሁኔታ እንዳልሆነ ሁላችንም ልናውቅ ይገባል። ዶክተር አብይ አህመድን እናመሰግናለን። ለሙስሊሙ ይህንን የመሰለ ፕሮግራም እንዳዘጋጁ ሁሉ ስልጣን ከያዙ ጊዜ ጀምሮ ለሌሎች የሃይማኖት ተከታዮችም በቅንነት የተለያዩ ሰፊ ፕሮግራሞች በተሳካ ሁኔታ እንዲያሰናዱ ሲያደርጉ የነበረበት ሁኔታ ይታወቃል። አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር። አስተዋጽኦ ካደረጉት ቅድም ከተጠቀሱ የተወሰኑ የተዘለሉ አሉና መጠቀስ ካልቀረ የኦሮሚያ ኮኦፕሬቲቭ ባንክ 10,000 ዶላር፣ ተውሂድ እስላማዊ ሴንተር በአሜሪካ የሚገኝ 5,000፣ ተውፊቅ እስላማዊ ሴንተር እንዲሁም በአሜሪካ የሚገኝ 5,000፣ ኮሎሮዳ የሚገኝ ሌላ እስላማዊ ድርጅት 14,000፣ አልአሚን ሪል ስቴት 100,000 በቃል የተገባ፣ አፍሪካ ውሃ ቅድም የተጠቀሰው፣ ሂጅራ ባንክ 150,000፣ ኢህሳን ትሬዲንግ ሙሉ የያዛችሁትን ባንዲራ በሙሉ በመግዛት ያበረከቱ ናቸው። ሌላ ደግሞ መሐመድ አልሐበሺ ሀረር 50,000 ብር አበርክተዋል። ሌሎችም ያበረከቱ አሉ። ኢትዮ ጠቢብ 100,000 ብር አበርክተዋል። ለሁሉም ምስጋናችን ይድረስ። አላሁ አክበር። ውድ ወንድሞችና እህቶች ዙር ሰላት እዚሁ እንሰግዳለን። ይዛችሁ የመጣችሁትን እቃ
ساترسو إذا كنت تتوتو بالله سمن تيكالن أهون قرآن